اتكلمنا على ثلاث حاجات فيه، وانا اتكلم عن بريس فيلينج والارتفيشال فيلينج والوين. خلاص بريس فيلينج وقفنا على ارتفيشال فيلينج، صح؟ واتس مينت باي ارتفيشال فيلينج؟ ارتفيشال فيلينج هو ان الام ما عندها مشكله مش بتقدر تطفي كويس، هضطر الجا الى لبن من بره. اللبن من بره عندي تو اوبشنز، يا اما الانيمال ميلك اللي هو الكاو ميلك او البافلو ميلك او وات ايفر، او الباودر ميلك. وين نظركم؟ مين احسن، الانيمال ميلك ولا الباودر ميلك؟ الانيمال مشكلته فيه في حاجه الرجي، والحاجه الثالثه ان هو مش سبيسيفيك بالظبط نفس الكومبوزيشن بتاع الانيمال ميلك بتاع الاسبريس فيد. الباودر ميلك بيستو ان انا بتحكم في الايه، في الكومبوزيشن بتاعه. ان جنرال انتوا بتفضلوا الباودر ميلك، ولكن ستيل الباودر ميلك عنده العيب الكبير بتاعه هو اكسبنسيف مقارنه بالانيمال ميلك. كده ولا كده نمبر ايفر ان الارتفيشال ميلك از بديل كامل و100% لبن الام. ليه؟ ايه عيوب او الديس ادفانتج اوف ذا ارتفيشال؟ امينايزيشن. اول حاجه لايبل للانفكشنز، ويست اللبن الام بينزل من الام مباشره للطفل، مفيش اي ريسك اوف انفكشن خالص. حاجه استرايل معقمه الارتفيشال ميلك، دي حاجه لايبل للانفكشنز. مش لسه نحضر اللبن نحطه في كوبايه ونقليه ونقليه اند سو اون، يبقى في بروسيس بيحصل دي، يبقى لايبل للانفكشنز. عندنا مين؟ انتوا قلتوا ممكن يسبب ايه؟ الرج. يبقى دي ممكن تبقى الرج لان هو مش هيومن ميلك. عندنا الحاجه الثالثه اللي ممكن ما اديش الكميه الكفايه، صح ولا غلط؟ اللي هي الاماونت الكفايه. يعني ايه الاماونت الكفايه؟ لبن الام سبحان الله بينزل بالكميات اللي الطفل محتاجها بالظبط. النهارده الطفل محتاج عندنا ياخد مثلا 5 رغوات في اليوم، الرغوه 30 سي سي، الام ممكن تديله 4، او بدل ما تديله 30 تديله 40، او تديله 20. يبقى ممكن الاماونت ما تبقاش ادجستد بير داي او بير فيك بير داي. عندنا الحاجه الرابعه ممكن يحصل improper dilution. يعني improper dilution؟ يعني هي تحط ميه اكتر من انا قلت لها 30 ملي ميه في الكوبونه، تحط عليهم 200 لبن واحد، كل علبه لبن فيها 200 لبن. اوكي، فالام عملت ايه؟ بدل ما تحط مثلا مكيال حطت ايه؟ مكيالين، صح؟ يعني قالت نخلي الواد يتغذى. خلي بالك من حاجه، لما حطت مكيالين حصل ايه؟ dilution. ده مش dilution، ده حصل بالعكس اوفر كونسنتريشن زياده. اوكي، يبقى خلى الطفل يجي له ايه؟ مشاكل كتير بسبب الكونسنتريشن والهايبر اوزمولاريتي اللي حصلت عنده. فبالعكس بدل ما تحط مكيال حطت نص، ولما خلطته بالميه ده لون ابيض برضه، ما هو هيديك ابيض برضه في الاخر لبن. يبقى حصل ايه؟ دايلوشن زياده، خففت اللبن زياده. خلي بالك كونك خففت وانا عامل حساب ان المكيال ده فيه كميات بروتين وكالسيوم مناسبه، كونه ما خدش المكيال كامل يبقى ممكن البروتين عنده قليل، فما ادوش سبورتنج للجرف. الكالسيوم عنده قليل بيحصل له هايبو كالسيميا، يبقى اذا في مشاكل كتيره جدا ممكن تحصل هنا. 5، انت قلت لي كده من شويه بتقول لي ان بيحرموا من ايه؟ من مميزات البريست ميلك اللي هو الاميونوجلوبينز والسايكولوجيكال باوند وذا مادر و الى اخره، فكون بيعتمد على الارتفيشال ميلك بيحرمه منها. 6 واخيرا ان هو يكون ايه؟ اكسبنسيف. يبقى دي عيوب الارتفيشال فيدنج عندنا. اتفقنا يا شباب؟ الخطوه الثالثه اسمها وين؟ واتفقنا مع بعض كلمه مين يعني؟ عمده ادخله اي حاجه غير اللبن. غير اللبن، ودي خطوه فيري جرادوال، تبدا من الشهر الكام؟ السادس. لغايه امتى؟ سنتين ماكسيمم. ممكن قبل كده، صح؟ الكتاب عامل لك جدول مش مهم خالص. ليه؟ لو عايز تاخد فود ديمونستريشن ماشي، اللي هو سبجكت سكيم او سجستد فود فور وينج. الشهر السابع اديله ايه؟ الثامن والتاسع، العاشر وال 12، بعد كده عند سنه، سنه ونص، سنتين. مش مهم الجدول ده خالص. عمرهم ما هيسالوا حاجه زي كده. لا اوكي، ده اطفال طبعا هتيجي السنه الجايه في اطفال، حاجات مهمه قوي بالنسبه لك. يعني دول اطفال زي ما بعرف هيقول لي الام تاكل ايه وما تاكلش ايه. انا بالنسبه لي مش كلام كده، اوكي؟ لكن لو عايز تاخدها تعرف مثلا طفل منطقي، لو انتوا حد خلي بالك وهتلاقي ده اول حاجه بحاجات الاورنج جوس، حاجات المشت اللي عارف اللي هي المهروسه، الفرص المهروسه انصوم، بعد كده تديله بقى البيض، تديله بعد كده الكبده المهروسه. يعني كده تمشي معاك قصه جرادوال، يعني من حاجات لوجي خالص
الى حاجات السيمي سوليد الى حاجات سوليد، لان هي الفكره لسه عنده مش متقبل موضوع المضغ والحركه البوب والحاجات السوليد. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لنا قصه الايه الريننج يعني لغايه مش مهم قوي زي ما انا قصه الايه الجداول. طيب في حته بعدها في الريننج اسمها دايتري سبلمنتيشن. ايه فكره دايتري سبلمنتيشن؟ سواء اتفق على البريس فيدنج او ريننج في حاجات احب اديها له سبلمنتيشن سواء بياكل او مش بياكل كويس. ليه؟ لان احيانا بيبقى اللبن قليل منها شويه. زي ايه؟ فاكرين خدناها في تشايلد كير دايتري سبلمنتيشن اللي ممكن اديها له؟ فيتامين دي. خدناها في التشايلد هيلث بروجرام فيتامين دي وايه؟ يبقى دول الثلاث الحاجات اللي انا ممكن احتاج ان انا اديها له. ممكن اديها له ايفن حتى هو لو على بريس. حتى احنا قلنا كنا فاكرين لما قلنا فيتامين دي كنا بناخده امتى؟ شهرين. ها دي اول شهرين ايه؟ تسعة شهور. تسعة. تسعة. امال الاير؟ سبعة و15. هنا بياخد شهرين هنا وهنا. خلي بالكوا دي الفترة اللي غالبا كان فيها ايه؟ الوينج. سبعة شهور تسعة شهور دي الفترة كانت بداية الوينج. اللي هو لما الام خلاص بيقل وبنديله حاجات من بره عندها. فدي فكرة الايه؟ الدايت سبلمنتيشن. اوكي؟ طب نديله اير ازاي؟ لو الام تعرف تديله جرين ليف فيجيتابلز او تديله الميديكيشن. فيتامين دي ياخده ازاي؟ تعرض للشمس واحد اثنين اورال دروبس ياخد اورال هي 400 جرام كل يوم. اوكي طب الفيتامين اي بياخده ازاي؟ برضه كان دروبس. الكات فاكر الكبسولات اللي كانت بتفضل بقه يبقى برضه اورال دروبس. يعني كانت كبسوله بتفضل بقه جواها ماده زي الاوليو ماتيريال عندنا. اوكي الطفل لما بيكبر شويه نحب نهتم بالبروتين قوي قوي. البيض جبنه كبده انسون ليه؟ عشان بتكبر من البروتين. لا ترخص انت بتكبر من البروتين اساسا. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لنا قصه الايه السبلمنتيشن عندنا. قبل ما نخلص التشايلد نيوتريشنال كير عندنا عايز ادي البريس فيدنج هي اهم خطوه في الثلاثه والخطوه الاساسيه اللي لازم افوكس عليها قوي. فعملنا حاجه اسمها بروموشن اوف ذا بريس فيدنج. طبقنا البروموشن اوف ذا بريس فيدنج ازاي؟ قال والله بص البريس فيدنج هي نتيجه محاوله اول ايام قليله في حياه الطفل. باي ذا واي لو نجحت مع الطفل في اول يومين ثلاثه انه يمشي على بريس فيدنج والام كانت صحتها كويسه بتاكل كويس سيكولوجيكالي نورمال سيكولوجيكالي ريلاكسد الولد هيمشي على بريس فيدنج بعد كده. المشكله انت طب ما تعودش عليه من الاول. وخلي بالك ما تعودش عليه من الاول هتبقى ياكل من بره. اصل الولد مش هتلاقيه قاعد على بريس فيدنج اسف مش قاعد على محاليل وميه انزوم. والطفل لو جرب الارتفيشال ميلك يبقى صعب يرجع للبريس ميلك. لازم تقول ارتفيشال ميلك سويت طعمه احلى اسهل ياخده كله مره واحده غير دروب باي دروب في البريس ميلك. عشان كده فكره البريس ميلك لازم نشجعه كويس قوي قوي. قالوا طيب انت المفروض ان الستات نورمال تولد فين؟ في المستشفيات. وانا قلت لكم معلومه قبل كده كنا بشجع انها ترجع امتى؟ خلي بالكم ان هي تبقى مرهقه. التكنيك بتاع البريس فيدنج اصلا ما تعرفوش ازاي. يعني وبالذات لو كان ده ايه؟ اول دي لسه ما تعرفش الولد يتحط في انهي بوزيشن كده ولا كده ولا كده. طب الام هي قاعده ولا هي نايمه؟ طب هي نايمه على جنبها ولا على ظهرها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ طب الولد يعني التكنيك نفسه هي مش هتفهم. فقلنا طيب احنا عشان نشجع البريس فيدنج هنعمل حاجه اسمها بيبي فريندلي هوسبيتال. يعني المستشفى اللي هتولد فيها الام هي المسؤوله انها تنشور ان الام بدات وكملت بريس فيدنج كويس. اتفقنا؟ ليه ما سيبهاش تروح البيت وبتعمل؟ وخاصة الستاندر عندنا ان النورمال ديليفري بتقعد معاك في المستشفى دي قدامها بكده؟ يوم تقريبا 24 ساعة والسيزيريان يومين ده الافرج صح ولا غلط؟ فهي على الاقل اول يوم او اول يومين عندك في المستشفى يبقى ابدا معاها البريس فيدنج. الطفل بيطلع كم مرة في اليوم؟ حد عارف المعلومة دي؟ اول ما يتولد بيطلع حوالي 8 مرات او 9 مرات على مدار اليوم. فبرضه فريكونسي مش ايه؟ مش قليله انك تتعلم الام ذا تكنيك اوف ذا بريس فيدنج عندك. طيب بصوا معايا قالوا ايه؟ قالوا عشان نطبق البيبي فريندلي هوسبيتالز هنحط 10 ستيبس في سؤال نظري مهم في حاجات كتير في امتحانات كتير. وات ار ذا 10 ستيبس اوف سكسسفول بريس فيدنج؟ وات ار ذا 10 ستيبس اوف سكسسفول بريس فيدنج؟ 10 نقط عشان نشجع البريس فيدنج عندنا. ودول من دبليو اتش او قال ان كل مستشفى فيها ولاده كل مستشفى النساء كل مستشفى جامعه ولاد الاطفال محتاج منهم 10 خطوات عشان يشجعوا البريس فيدنج. اول حاجه وي ماست هاف ادنتيتي بوليسي فور ذا بريس فيدنج. المستشفى كلها عندها سياسه احنا هنشجع الرضاعه الطبيعيه وهنعمل 1 2 3 4 1 حط السياسه.
اتنين اعمل تريننج للاستاف على السياسه، بمعنى حضرتك الدكتوره حضرتك الاسيستنت حضرتك كذا صح ولا غلط، كل واحد له وظيفه، فاعلم كل واحد دوره هيعمل ايه عشان يحاول يابلاي بوليسي صح ولا غلط. ثلاثه هقول للستات وات ذا ادفانتج اوف بريست فيدنج. فاكرين زمان لما كنت بتكلم في الانتريجال في التشايلد كان دايما اول حاجه بقولها لها امبورتنس اوف انتريجال كير امبورتنس اوف ذا تشايلد كير. انت هتبدا معاها كورس تقعد معاها لمده سنتين لازم تحس انها ايه؟ مهمه صح ولا غلط عشان تعملها وتستمر عليها وتقعد تزهق نفسها كل ساعتين ثلاثه وبالليل وفي النهار انصحهم، فلازم تحس باهميه الايه؟ بريست فيدنج. فاكرين الامبورتنس احنا عملناها نيوتريشنال وميولوجيكال ليكي انت كأم برضه مفيد فيكي في ايه؟ فلازم اعلمها وات ذا امبورتنس اوف بريست فيدنج. اربعه اعلمها تو ستارت بريست فيدنج اسون اس بوسبل، قلنا قلنا قد ايه؟ نص ساعه. خمسه بعلمها الاكسكلوزيف بريست فيدنج. يعني اكسكلوزيف بريست فيدنج اول 6 شهور nothing except breastfeeding لمده 6 شهور او اكثر. بعلمها حاجه اسمها ايه؟ how to breastfeed itself التكنيك اوف breastfeeding، تحط الواد ازاي كان سؤال اوكي، وازاي ان الواد لو رفض او حصل له سيبريشن ترجعه تاني ازاي. 6 علمها practice swimming يعني ايه practice swimming يعني قاعد عندي في الاوضه تحت الملاحظه مش عيب ترضعي قدامي تقعدي قدامي شوف انت بتعملي التكنيك ايه، مش بس انا بعملها ديمونستريشن لا ده انا بخليها تقعد قدامي وبراقبها 24 ساعه اشوف لا الورقه اللي غلط اللي انت عملتيه غلط، لا بص حط الورق كده شويه لا كده مش مظبوط استنى شويه، يعني بخليها ايه تعمل التكنيك تحت عينيا تحت مراقبتي مش بس مره 24 ساعه عشان اطمن انها ايه عملت كويس. الكتاب بس في حته بس عندك في نفس النقطه دي اللي كان حاجه اسمها بريس فيدنج اون ديماند، دي نقطه لوحدها بريس فيدنج اون ديماند نقطه لوحدها. يعني ايه بريس فيدنج اون ديماند؟ كنا زمان بنقول ان البريس فيدنج ليه سكيدول، في النهار الولد يرضع كل ساعتين وبالليل يرضع كل ثلاث ساعات، اصبح الكلام ده كله مش موجود، اصبح الولد وقت ما محتاج يعيط يرضع ريكونديشن از نوت ليس ذان 1 اور نوت مور ذان 5 اورز. يعني الكلام ده الولد رضع النهارده بعد نص ساعه عيط وعايز ياكل اديله لا لازم يعدي ساعه على الاقل اوكي بعد ساعه 2 3 وقت ما محتاج اديله. طب خمس ساعات الولد نايم ومستمتع وسليم وزي الفل وما جاش اصحيه واكله خلاص يبقى تاني يبقى مش اقل من ساعه مش اكتر من خمسه، لكن ديورنج الفتره دي وقت ما هو محتاج. يعني ما عنديش سكادول انه بعد ساعتين بالظبط بعد ثلاث ساعات بالظبط لازم يرضع، ما عنديش سكادول اوكي. يبقى دي سميناها بريس فيدنج اون ديماند. جيف نو ارتفيشال فيدز. يعني ايه فيدز؟ عارفين التتينه او الهيئه او السكاته بتاعت العيال اللي بيحطوها العيال عشان تسكتهم؟ احنا بنمنعها تماما. ليه؟ المفروض بنمنعها تماما. طبعا خصوصا انفكشنز هي بتقع في الواد يعمل ايه؟ كده احطها في بقه، هي حركه راسه كده احطها في بقه تاني. بتاثر في الديفلوبمنت اوف الجوع عموما صح؟ وتاثر في الابيتايت لان هو طول النهار بياكل يعني بيتخيل ان هو بياكل، لكن بينه وبينكم الكلام ده علميا صح، لكن على ارض الواقع هي ماتش كده كده. هي تحس الولد سليمه شغاله بصوت عالي بتحطها فجاه بقى سايلنت عشان كده هي ماتش كده افكت، لكن طبعا طول النهار غلط للاطفال. الحاجه الاخيره فوستر استابلشمنت اوف بريست فيدنج سبورت جروبز. يعني ايه بريست فيدنج سبورت جروبز؟ يعني بيكون اكتر من مادر مع بعض مش بس كده، انا عندي في بعض الناس او في بعض الهيئات او الجمعيات او وات ايفر هم دي ار اي هي ان هم يساعدوا المجتمع ان هم يعملوا بريست فيدنج اديوكيشن اند سو. طب ايه المانع ان انا ايه؟ اشجعهم انا كوزاره الصحه انا كمستشفى اشجع الناس دي اديهم الماتيريال اديهم النولج اند سو الناس هتشجعني على ده. على فكره انتوا عارفين في المجتمعات اللي بره في مجتمعات اسمها ان جي اوز اللي هي نون جوفرمنتال اورجانيزيشنز الجمعيات الخيريه والهيئات الخيريه اللي لها رفع للربح اللي هي بتساعد ودي دورها بره على فكره قوي جدا بتساعد الحكومات بشكل كبير قوي. طب ايه المانع ان انا اخد الناس دي واديهم الماتيريال والنولج و و و و هم يساعدوني لان انا اكيد مش قادر اوصل لغايه الناس بشكل كبير قوي الحمد لله. سهل يا شباب؟ يبقى ده سؤال اسمه 10 steps of successful breastfeeding. سهل السؤال ده؟ طيب بالنسبة لي يبقى دي أول حاجة فور بريست فيدنج إنها تعمل بيبي فريندلي هوسبيتال. الحاجات التانية إنك أنت بتحاول إنك أنت إيه تعالج الإنفكشن الموجودة عنده. أصل عنده إنفكشن مهما بيرضع أو بياكل هتدخله في ستول تاني صح ولا غلط؟ أوكي؟ وتحاول إنك أنت تخلي الأم ال
هنلاقي في القانون هي يعني مشكله الام في الرضاعه في الشغل صح؟ بتنزل من الساعه 7 الصبح بترجع الساعه 3 او الساعه 4 من لما تطلع الواد الست. فبندي حاجه اسمها ماتيرنتي ليف. ماتيرنتي ليف يعني اجازه وضع واجازه ولاده بتبقى 3 شهور بالقانون المصري. وبقى الام لو تعرف تطول المده دي اكتر حلو التطبيق. بحيث تدي الواد اكتر فتره ممكنه من البريست ميلك. بيعملوا حاجه ثانيه حتى بيخلوها حتى هي بتخرج البريست ميلك بتحطوها في بروجرامات او حاجه بتحط في الثلاجه وتبقى مثلا حد موجود مع الميني بيرضعه بالبرودوز دي لغايه ما الام ترجع تاني. يعني الاي دي ان انا في الاخر دلوقتي ما يتحرمش من البريست ميلك. اوكي؟ سهل يا شباب. يبقى قصه فكره انك انت هاو تو انكرج البريست فيدنج. احنا كده خلصنا اول مجموعه المره اللي فاتت اللي هم البريجننت واللاكتيتنج. وخلصنا الانفنت. انا قلت عندنا التشايلد هما ثلاثه الانفنت والبري سكول والسكول صح؟ يبقى التشايلد ثلاثه الانفنت والبري سكول والسكول. خلصنا الانفنت واتكلمنا عنه. البري سكول ناخد بقى سريعا البري سكول. هتقولي البري سكول محتاج ايه؟ محتاج انرجي ولا بروتينز ولا فاتس ولا فيتامينز ولا مينرالز؟ كله محتاج انرجي قد ايه؟ رقم عشان تمسك كيلو لو جالكم. الطفل محتاج 1000 كيلو كالوري في الدي كل سنه بيزيد 100 كل سنه. يعني ايه 100 كل سنه؟ يعني تاني سنه محتاج كام؟ 1100 اللي بعدها 1200 يجي يدخل مدرسه محتاج عندنا كام؟ 1500 عند 5 سنين صح ولا غلط؟ احتياجات الانرجي مبرره ليه؟ ليه احتياجات الانرجي عندنا بتزيد؟ حركته بتزيد. الطفل في اول سنه على السرير بيسحب بعد كده يبدا يقف ويقعد انسان يبدا يجري فكل ما بيتحرك اكتر كل محتاج انرجي اكتر عندنا. يبقى دي عندنا قصه الايه؟ الانرجي. محتاج بروتين قد ايه؟ بروتين محتاجه كتير قوي. حد فاكر حامل كانت محتاجه بروتين قد ايه؟ هتزود 15 14 بس السؤال كان البيز بتاعها كام؟ 0.6 لو 0.6 0.8 صح؟ يعني كانت بتقول لي بير كي جي بر ويك بير داي. بص على الطفل محتاج قد ايه؟ من 1.5 ل 2 جرام بير كي جي بر ويك. الام كانت محتاجه 0.6 0.8 محتاجه 1.5 ل 2 اكتر من دبل. فاذا ده منطقي لان هو لسه في مرحله الجراف. انا محتاج بروتين بيني وبينكم كشاب وانتم محتاجين كشباب فور ريجينيشن اوف ذا سيلز ان انا بكون خلايا ثانيه. لكن تبدا اوريدي لسه بينشيت خلايا لسه بينشيت جسم عندنا عشان كده محتاج عندنا كميات بروتين زياده قوي عندنا. يبقى ده عندنا بالنسبه للانرجي ده عندنا بالنسبه للبروتين عندنا. طب احنا شباب طيب if you'd like to determine طفل نورمال ولا لا بتحكمها بحاجه اسمها جروس شارت فاكرينه؟ مش عارف اذا كان الولد نورمال او نوت. طيب لو سالتكم سؤال وات از النيوتريشنال ديفيشنسي اللي ممكن تحسب للتشايلد هود اللي هناخدها مع بعض كمان شويه ان شاء الله زي ايه؟ بروتين ديفيشنسي بروتين انرجي ديفيشنسي نسيت اول واحده ايرون ديفيشنسي ريكتس فيتامين اي ديفيشنسي فيتامين سي ديفيشنسي اي حاجه ممكن تحصل. طب ليه كلهم ديفيشنسي مش ممكن يحصل له ايه؟ اوفر فيدينج او ممتاز جدا. طيب السكول تشيلدرن حد يقول لي ايه الاكزامبلز اوف ذا سكول تشيلدرن؟ نفس اللي انا قلتهم حالا دلوقتي بس بتقول ليش ريكتس؟ لا ريكتس اكتر فين؟ في عيال صغيره خالص بالظبط في عيال صغيره صح. لكن ممكن تقول لنا اي ديفيشنسي فيتامين اي فيتامين سي عايز تقول لي الكلام ده كله انا موافق على كل الاكزامبلز دي عندنا. هل طلاب المدارس عرضه الى مال نيوتريشن اور نوت؟ اه قوي اظن اكتر من المال الثانيه. اللي بيخلي الجنرال انهم عرضه ايوه توعيه مشترك الفقر والجهل والمرض صح ولا ايه مشكلة الفقر؟ مفيش اصلا مش عارف ياكل. ايه مشكلة الجهل؟ الام مش عارفة تاكله ايه ما تاكلوش ايه وتديله ايه معاه في المدرسة وتقول له ياكل ايه اند سو. ايه مشكلة المرض؟ قلنا الاثنين مرتبطين ببعض. وجود انفكشن هيعمل ايه؟ مش عارف مانيوتريشن والمانيوتريشن تعمل انفكشن فالاثنين يعملوا بعض. فتاني البري ديسبوزي فاكتورز اوف مانيوتريشن الفقر اللي هو سوشيو ايكونوميك الجهل الاجنورنس اوكي المرض لو عنده ايه؟ عنده بارازيتك انفكشن عنده مثلا فيدنج هابتس. من ضمن الحاجات اللي عند الام هي الام ما بتاكلوش كويس ان ادكويت فيدنج او بتبوظ الابيتايت بتاعته. وبينه وبينكم العيال في الزمن ده الابيتايت بتاعتها بايظه عارفين ليه؟ ده حقيقي الشيبسي والحلويات والبيبسي والحاجات اللي بتطلع صح ولا لا؟ فخلى العيال دول النهار مش عايزه تاكل وبطنها مليانه وشبعانه لكن كل اللي كلوه حاجات مكسبات طعم ولون ورائحه وده نيوتريشنال اتفقنا؟ فدي تلاقي ان العيال بتاكل هي العيال بتاكل
بس كل الاكل اوف نيوتريشن اوف لو نيوتريشنال فاليو عندهم. اتفقنا؟ طيب ازاي نمنع المالنيوتريشن في المدارس؟ فاكر لما كنا بنعمل الميد داي سكول ميل اللي هو الجزائريه في وسط المدرسه اللي بنعملها في سكول زمان اللي هو انت خديها كالوريز وبروتينز وسول، لكن انت قلت لي هل بيقعدوا معاك في المدرسه ايه؟ وقت طويل، فبالتالي ما اقدرش اعتمد ان هم يقعدوا فتره طويله من غير اكل، سبيشال ان نص العيال على الاقل جايين فروم لو سوشيال ايكونوميك ستاندرد فروم لو ايدوكيشن ليفل، العيال مش متعلمه ان سو اون، فالعيال دي لايبل للمانيتيشن بشكل كبير قوي عندها. اتفقنا؟ يبقى ده البريفنشن. ايه المانع لو هم كان بيديهم سبلمنتيشن؟ صح؟ اللي هم مش بياكلوا كويس اديهم سبلمنتيشن عندنا. لما طبقنا في مصر الايودين على الملح طبقنا سبلمنتيشن. لما اديناهم الفيتامين دي المانع ده هم كسبلمنتيشن. لما اديناهم الفيتامين دي او حتى اكيس ضربه للشمس يبقى كل ديت ايه؟ سبلمنتيشن من عندنا. اتفقنا؟ طب لو خايف من انفكشن عندهم، مش انا قلت لو مرض، لو في عندهم انفكشن او باراسيتيك انفكشن او هتقدر نعمل ايه؟ بس بريفنشن اند تريتمنت لاي حاجه من الانفكشن او الباراسيتيك انفكشن. لا. اتفقنا؟ بيني وبينكم السكول هو الكتاب كاتب فيه دي اوف ذا ادوليسنس، انا حاسس ان انا في السكول. يعني مش شايف عندنا حاجات زياده عندنا. الحاجه الوحيده الزياده اللي ممكن تيجي لنا بس في الادوليسنس عشان ام سي كيو جملتين ان الادوليسنس تكوير 2500 ل 3000 كالوري بير داي، البنات اقل 30%. 2500 ل 3000 على فكره رقم مش قليل. الولد كان بياخد كام اول ما اتولد عند بريسكو؟ 1000 1200 1500. الادوليسنس بياخد 2500 ل 3000، ده منطقي ليه؟ ده اعلى فتره انرجيتك في حياتك كانت فتره الادوليسنس، صح ولا غلط؟ البنات بتحتاج 30% اقل، منطقي. الجمله الثانيه ان الزنك من الحاجات المهمه قوي في الادوليسنس فور سيكشوال ماتيوريتي. يبقى ده بس دول الجملتين اللي عايزهم عشان خاطر الايه؟ اللي مش اتفقنا؟ طيب الحاجه الاخيره عندنا او الجروب الاخير بعد ما خلصنا السكول، انا قلت هم ثلاثه بيكس في حياتك بريجننت ولا اتليتنج، الاطفال كلهم لغايه سن ال 20 لغايه مرحله الجرث، وبعدين اولد ايج. هم الناس الكبار عرضه الى ديفيشنسي ديس اولدرز زي ايه؟ نفس الكلام ديفيشنسي انيميا فيتامين بي فيتامين سي، يمكن زود عليهم حاجات مختلفه شويه الاوستو ماليشيا والاوستو بروزس، يمكن دي موجوده اكتر في الناس الكبار اللي هي الاوستو ماليشيا والاوستو بروزس. لكن كل اللي انت عايز تقوله وارد جدا عندنا سواء اندر نيوتريشن او اوفر نيوتريشن عندنا. طب اسالكم سؤال، ليه الناس الكبار عرضه الى مشاكل مانيوتريشن؟ واي؟ واي ذا اولد ايج؟ وات اف ذا بريسبوزنج فاكتورز اللي بتقول الناس الكبار عرضه الى مانيوتريشن؟ هل هي فيسيولوجيكال امبورمنت ولا سايكولوجيكال امبورمنت؟ يعني ايه فيسيولوجيكال؟ ابزوربشن بقى وحش، دايجيشن قليل، كل حاجه قليله عندك، ففيسيولوجيكال مش قادر استفيد من الاكل، سايكولوجيكال ديبرس. على فكره باي ذا واي ديبرس طبعا عشان كبر وضعيف مش هيتحرك وطلع المعاش والناس اللي حواليه بيموتوا وان سو اون. على فكره الديبرشن بتعمل اكستريم. ياكل كتير ما ياكلش خالص. ياكل كتير ما ياكلش خالص. والاثنين بقى ديبرشن، صح؟ في ناس لما يجي لها ديبرشن يعمل ايه؟ يحبط وما ياكلش وما يعملش حاجه خالص، وفي ناس لما يلاقي ديبريشن ياكل كتير جدا يحط همه في الاكل عندنا. فعشان كده دي الفكره عندنا، فكره الديبريشن يبقى فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال. ايه تاني؟ ايه تاني غير فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال؟ عنده بقى عنده فور ابيتايت ما عادش قادر، تروح لجده كل ماليش نفس يا ابني والله، يا جد بالاكل اللي انت بتحبه، يا ابني والله ما عدت قادر مالي نفسي ابص حتى في الاكل خالص. ليه عنده نص في ابيتايت؟ واي؟ فيسيولوجيكال ولا سايكولوجيكال؟ الاثنين. ممكن تبقى عنده مشكله ايه؟ عامل له كرونيك ديزيز، عامل له سوفت ابيتايت او سايكولوجيكال. خلاص حاسس ان هو خلاص ما عادش انترستد في الاكل اند سو اون. وعلى فكره بيرفيوز الاكل فعلا. بيرفضه ما يقدرش ياكله خالص. ممكن يقعد طول اليوم ما ياكلش حاجه. يبقى قلت لي الناس الكبار عرضه للمشاكل بسبب ثلاث حاجات لغايه دلوقتي، سايكولوجيكال ولا سوفت ابيتايت. الحاجه الاخيره ممكن تبقى نونلس او ايكونوميك بروبلم. افهم النونلس او الايكونوميك بروبلم. كان طول عمره بيشتغل وكان معاه فلوس وان سو اون، ممكن الولد لما يطلع المعاش ايه اللي يحصل؟ دخله يقل، فحاسس انه مش قادر ياكل زي الاول او مش قادر يجيب حاجات زي الاول. اتفقنا؟ الحاجه الخامسه والاخيره لاص التدليس، فقط سنان. طبعا على الاقل سنانه محشيه مش عارف ايه ان سو اون، سنانه متكلعه مركب طعم ان سو اون. وعلى فكره مهما كان الحاجات اللي بيركبها كارتفيشال عمرها ما بتفرس الايه؟ سنان طبيعيه. سبحان الله بجد، ربنا له حكمه في حاجات كتير.
عمرك في يومك هي المفروض النهارده تعوض تخلي ربنا ابدا ابدا. يعني الفكره في ايه؟ النهارده بتحاول تعمل سماعه، لكن عمر السماعه بترجع لك ودانك الطبيعيه وتسمع زي ودانك الطبيعيه. بتعمل طقم في السنان ومتقدم وزراعه اسنان الصعود، بس عمرها ما بتبقى زي السنان الطبيعيه 100%. اوكي؟ يبقى دي الخمس اسباب اللي بتخليني بيتسبوز لمانيتيشن في الناس الكبار. السؤال وات ذا نيوتريشنال بريفنشن بروجرام للناس الكبار؟ نمنع البريفنتيف بروجرام في الناس الكبار ازاي؟ النصيحه الغاليه ياكل كتير ولا ياكل قليل؟ صح. بلد. لكن البلد في الناس الكبار مختلفه شويه. على فكره هو دايما البلد ده عشان ناخدها كمان شويه. هل عنده حاجه اسمها ماي بليت؟ ماي بليت طبق، المفروض ان الطبق بتاعك عباره عن اربع تربع وكوبايه جميله. اربع تربع وكوبايه. الاربع تربع اللي عند حضرتك خضار وفاكهة ولحمة ورز، يبقى خضار وفاكهة ولحمة ورز. الكوباية دي كوباية ايه؟ كوباية ملح. أو سموها دايري برودكتس، دايري يعني منتجات ألبان. لبن، زبادي، بتبقى حاجة منتجات ألبان كصوص البروتين أند إيه؟ أند كالسيوم عندنا. لما أقول أربع تربع، خلي بالك الخضار والفاكهة دول الأربعين المصدومين. مين فينا نص أكل خضار وفاكهة؟ إحنا في وجبات كتيرة جدا ما بناكلش فيها خضار وفاكهة، مش عايز أقول مفيش وجبات، في أيام كتيرة جدا ما تاكلش خضار وفاكهه، يبقى انت المفروض يكون نص اكلك خضار وفاكهه. وده البرودكت دي حاجه من الحاجات الاساسيه عندنا. ده الجنرال الماي بليت للناس الجنرال كلهم. الكبار في السن في حاجات معينه عايز ازودها لهم وحاجات معينه عايز اقللها. غير الشباب. ايه اللي لازم ازوده عندهم؟ ممتاز عشان ممتاز الكونستليشن طبعا الكوماند وقت السن بتاعه بتبتدي تقل فانت قلت فايبرز وبرضه الفلوس والفيجيتابلز كسورس اوف انتي اوكسيدنتس. طيب ده اللي يزوده والميه ده بيشربها كتير. العكس اللي بيقللوا ايه بقى؟ فاتس بالذات الساتوريتد فاتي اسيدز الشوجر عشان الملح السمبل كاربوهيدرات اللي هو العيش الفينو والسكر او السكر. اتفقنا؟ يبقى فكره تاني البالانس دايت بس نظبط هو ياكل ايه. اتفقنا؟ من ضمن الحاجات اللي بتمنع الناس الكبار او بتساعد الناس الكبار ما يمنعوا ان هو لازم ياكل مع العيال. بتلاقي حساسية ان الناس الكبار هتحسوها لما تكبروا. طول ما انتوا صغيرين انت ممكن تاكل في اي مكان ومع اي حد ولوحدك صح؟ ممكن تاكل في العربية وانت مروح، تاكل وانت واقف بعد السكشن واقف واقف لوحدك واقف مع اصحابك ما عندكش مشكلة. الكبار لا بيحس بالوحدة، فعشان ينفي احساس الوحدة عن نفسه ما بيحبش ياكل ايه؟ لوحده، لازم ياكل مع الناس، لازم ياكل مع عيلته. فدايما هي دي الفكرة. وللأسف الشديد في الزمن ده مشكلة عيلته انها ايه؟ ما عادش فاضي صح ولا غير؟ الناس في الجامعه في المدرسه في الشغل بيرجعوا بالليل فما قدرش يستحمل فبيضطر ياكل لوحده عندنا. اوكي؟ بنخلي الاكل بالنسبه لهم مور ابيتايزنج. يعني ايه مور ابيتايزنج؟ طعمه كويس، السيرفنج بتاعه كويس صح ولا غلط؟ لان هو بالنسبه لهم الحاجه از مور اتراكتيف. سبحان الله الناس الكبار في السن بيفكروك بالاطفال. بالظبط. عارف وخلق من بعد قوه الايه؟ وهنا وضعفة نفس ما انت بترجع تاني طفل تاني. العيال ما بتحبش تاكل مع مامتها ومامتها قاعده جنبها. لما تلاقي العيال عشان تخليهم ياكلوا بتخلي الاكل مور اتراكتف، فتلاقي ماما بتعمل ديكوريشن او بتخلي الاكل طعمه احسن تحط عليه مش عارف ايه او اقصر، كل ده بتخليه مور ابيتايزنج. الكبار نفس الفكره. بس الابيتايزنج بالنسبه للكبار حسب الاكل ايه؟ اللي هو بيحبه بالطريقه اللي هو طول عمره كان بيحبها. اتفقنا؟ طيب قلنا ايه درينك اتليست 2 لترز اوف ووتر في الصيف بيزودهم اكتر، 2 لترز في الشتاء في الصيف بيزودهم اكتر. بالذات هتلاقي الناس الكبار يقول لك انا مش عطشان، قول له حتى لو انت مش عطشان لازم ايه؟ تشرب شنو؟ من الحاجات الخطيره في الكبار الديهايدريشن، لازم يشربوا كميات ميه كفايه عندنا. اديهم سمول فريكونت فود، يعني ايه سمول فريكونت فيدز؟ مش قادر ياكل زي زمان، مش قادر ياكل اكل على بعضها. قول له مفيش مشكله، اتغدى دلوقتي قد ما تقدر وكمان ساعتين يديك ايه؟ سناك. يعني بدل ما مش قادر ياكل اكل على الفاضي بياكلوا ايه؟ سناكس عندك. اتفقنا يا شباب؟ ايه المانع ان هو لو عندهم مشكله نعمل لهم سبيشال جيليات الفود؟ يعني اكل بدل ما هو سوليد قوي وناشف بالنسبه لهم نعمل لهم حاجه سيمي سوليد مثلا فور اكزامبل، حاجات تبقى متحضره مخصوصه بالنسبه لهم. زي ما كان في الاطفال في حاجات باودر ميلك في سيريلاك والى اخره، برضه مش معنى للكبار نعمل لهم حاجات تبقى اسهل لهم لسنانهم وظروفهم والابزوربشن والقصه اللي موجوده عندهم. الحاجة الأخيرة بنحاول إن نشوف لو عندهم أي انفكشن نحاول نعمل بريفنشن وكنترول للانفكشنز اللي عندهم. اتفقنا؟ يبقى دي كانت هاو كان من بريفنت والمانيتيشن في الناس الكبار في السن. سهلة؟ تمام. طيب.
في جدول عندكم هنا يخلص قصة أو في الآخر حاجة في الأولدرلي برضو What is the physiological changes and what's your response to this؟ إيه معنى الكلام؟ لما أنا قلت لكم كلمة لو فاكرينها أن الجيرياتريك أو الأولد إيج أو الإلدرلي is inevitable process، يعني إيه inevitable؟ مش عارف أجنبها، مش عارف أمنحها، هتحصل cannot be stopped but can be delayed. فالفاكت بتقول ان الكبار في السن كده كده هيلوسوا في الابيتايت، كده كده هيفقد سنان، كده كده هيحصل له امبير ابزوربشن اند دايجيشن، كده كده هيحصل له كرونيك ديزيزز. الله، يعني كده كده دي هتحصل. سؤالي بقى هاو كان يو ريسبوند تو ذس؟ يعني ذس ديفينتلي سام فيزيولوجيكال تشينجز، المطلوب انك انت تعمل ايه الكلام ده كله؟ مش كده تقول لي لا مش هتحصل، ازاي نتعامل مع الكلام ده كله؟ الجدول قدام حضرتك اسمه فيزيولوجيكال تشينجز ستانس الناس الكبار اند واتس يور اكسبكتد ريسبونس انت المفروض تعمله. مش لازم كل الاكزامبلز دول، احفظوا لي 5 6 اكزامبلز اللي يريحوا. يعني لو حصل ديكريز ان الابيتايت تعمل ايه؟ لو حصل سنس اوف تيست اند سمل تعمل ايه؟ لو لوس اوف تيست تعمل ايه؟ لو مش عطشان تعمل ايه؟ لو عندك كونستيبيشن تعمل ايه؟ خلي بالك كل الكلام ده كله ايه؟ هيحصل. لكن ممكن يحصل عند سن ال 50 عند ال 60 عند ال 65 هيحصل. تتعامل ازاي مع كل واحد؟ اوكي؟ احفظوا لي اي 5 6 اكزامبلز من دول. استفهم؟ كده خلصنا بالكامل الفيزيك اوف ذا فالنبل جروبس. اتفقنا معاكم في بداية شطر النيوتريشن، اتفقنا على حاجة ان احنا هنتكلم على البالانس النيوتريشن وبعدين عكسها المال نيوتريشن. في البالانس النيوتريشن اتكلمت مع حضراتكم على كل البالانس جروبس، تعالوا مع بعض نتكلم على المال نيوتريشن. وسؤال لي قصدك ايه بالمال نيوتريشن؟ قصد حضرتك ايه بالمال نيوتريشن؟ هل هي اندر نيوتريشن ولا اوفر نيوتريشن؟ الاثنين. فانا عايز اتكلم على nutritional deficiency disorders اللي هي under nutrition او nutrition overfeeding او over nutrition under. تعالوا مع بعض الاول نقول ازاي نعمل assessment قبل ما نتكلم عليهم. ازاي نعمل assessment of nutritional status؟ عندهم دكتور وائل. ليه؟ عندهم رمط. رمط؟ مش عارف ايه النهارده رمط. مش عارف. ما بناخدش مع بعض. كورنيا. سهل. مش كورنيا دي اللي في اول عيد قدام سي؟ ايوه. مش مهم. دي اول واحدة، دي سهلة جدا. مش دي اول واحدة بيخش العيد؟ طيب. عندي assessment of nutritional status، إما diet assessment أو indirect assessment. ايه مفهوم الاندايت والاندايت اسسمنت؟ تعالوا مع بعض النهارده حركتيني في العياده وبتقولي لي يا ترى انا النهارده هل انا نورمال نيوتريشن ولا انا ديفيشنسي ديسوردر او انا بالانسد ولا ديفيشنسي ولا اوفر ويت؟ صح ولا غلط؟ عايز احط لك في واحده من الثلاثه كاتيجوريز. عندي طريقتين، يا اما دايت اسسمنت يا اما اندايت اسسمنت. يعني دايت ممكن تسالي تيجي واحده اتفضلي اطلع الميزان هنا قدامي، شفت ميزانها بالنسبه لطولها انت كده عندك اوبست او انت اندر نيوتريشن او انت كويسه. دي دايت ولا دايت؟ واضحه توازن الطول ما فيش حركه. طب حضرتك ممكن اسالك سؤال، مستوى التعليم بتاعك ايه؟ لا انا راجل مثقف ومتعلم ان سؤال، والمستوى المادي كويس واحنا كويسين ان سؤال. مستوى التعليم كويس والمستوى المادي كويس وصحته كويسه، بتقول ان هو النيوتريشن بتاعته كويسه. ايه رايك؟ مش دايت ولا دايت؟ مش شرط، صح ولا غلط؟ لكنها بشكل كبير انديكيتور، عشان كده سميتها ايه؟ الدايت. يبقى الفرق بين الدايت والدايت، الدايت تقول لك فعلا عندها من نيوتريشن او نوت، اما الدايت فتقول لك احتمال واحتمال لا. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ده الفرق بين الاثنين عندي. طيب عندي اربعه تولز في الدايت A B C D، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايه از انثروبومتريك ميجرز؟ ال B is biochemical test. The C is clinical observation. The D is dietary evaluation. يبقى تاني نمسكهم واحدة واحدة عندنا. A anthropometric. B biochemical. C clinical. D dietary assessment عندنا. يبقى عندنا أربع حاجات عندنا. هنشرحهم مع بعض حالا دلوقتي عندنا إن شاء الله. ال indirect عندنا اثنين. ال vital assessment. والإيكولوجيكال فاكتورز. الفايتال ستاتستكس والإيكولوجيكال فاكتورز.
النظر المهم طبعا طبعا هما الاثنين دول الانثروبومتريك والدايتري دول مهمين قوي نظري دول اهم حاجه عندنا في النص طيب نشوفه واحده 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 از انثروبومتريك ميجرز ايه مفهوم الانثروبومتريك ميجرز الحاجات القياسيه الحاجات القياسيه عايز اقيس في الادلت عشان اشوف النهارده وعايز اقيس في التشايلد واشوف النهارده القصه عندنا اخبارها ممكن اسالكم سؤال ليكم انتم غالبا انت خايف من الادلت من اوفر ويت ولا الاندر نيوتريشن اوفر ويت صح وخايف من الطفل على ايه اوفر ويت عشان الدراسه فانت بتخاف من اي حاجه تاثر فيه لان دي المرحله الوحيده في حياتك بعد كده مش هيكبر فانت عشان كده مش عايز تاثر في الدراسه في حياتك الكبار انت خلاص اوريدي خلاص وزنه بقى كويس انت خايف ان هو يزيد قوي فتعرف بقى الى اوبيستي بقى اثيروسكلروز بقى الى اخره صح فانا عايز اعمل اسسمنت للكبار واسسمنت للاطفال اسسمنت للكبار بعمل حاجه اسمها ريليتيف ويت بعمل حاجه اسمها بي ام اي ثلاثة بيس حاجه اسمها الويست ايه ريليتيف ويت الوزن الطبيعي اسف الوزن على الوزن المثالي الوزن الحالي على الوزن المثالي مضروبه في ميه المفروض حضرتك تكوني 65 كيلو يبقى وزنك المثالي كده ده الوزن المثالي المفروض ليه جداول بتقول ان الوزن المثالي المفروض يبقى كده طب ايه الوزن الحالي ممكن تطلع الميزان دلوقتي طلعت الميزان قدامي النهارده طلعت 65 يبقى لي مناهي مضروبه في 100 يبقى لي 5% يبقى 100% طب طلعت 75 110 112% طب طلعت 55 88% و 87% يبقى دي سهله الريليتيف ويت اعتمدت الانديكيتور واحد بس اللي هو مين؟ ويت الويت قسمت الاكشوال ويت اكشوال ويت على التزايد والويت. طيب قال لك انديكيتور واحد بس او بارامتر واحد مش كفايه. فقال لك طيب هناخد البادي ويت بالكيلو جرام على الهايت سكوير بالمتر مش بالسنتيمتر يعني 1.62 سكوير. فانا وزني 78 كيلو وطولي متر 74 الكوليسترول. شفتوا عملها ازاي؟ هنا اعتمدت على كام بارامتر؟ اثنين الويت والهايت. فلذلك قالوا ان البي ام اي بادي ماس اندكس از مور اكيوريت فور كالكوليشن ذان ريليتيف ويت. ده اعتمد على اثنين انديكيتور عندنا. طب بصوا معايا هنا. في الريليتيف ويت والبي ام اي وات از الاونر؟ دي سهله 2% 100% بس قال لك من 100 مش في 100 بقى من 100 من 90 ل 110 مفيش مشكله عندك ما دايما الطب في عندي رينج النورمال مش معناه ان 100% ده الوحيد الطبيعي و99 ده غلط لا فقال لك من 90 ل 110 از اوكي طيب معنى كده لو حضرتك اكتر من 110 هسميك ايه؟ اوفر ويت في حد قال لي كلمه محترمه جدا انتوا كلكم كلام محترم في فرق بين اوفر ويت وبيستي الاوفر ويت 111 لغايه 119 الاوبستي من اول 120 الله انتوا عايزين تقولوا لي ان في فرق بين الاوفر ويت والاوبستي الاوفر ويت هي مرحله ما بين النورمال وما بين الايه؟ الاوبستي ودي مرحله الخطر بس خلي بالك انت وزنك دلوقتي بدا يزيد انت النهارده ما انتش طبيعيه صحيح ان مش درجه اوبستي بس ستيل في الارمن صح اللي هو الاوفر ويت الاول 120 ده اوبستي واقسمه الاوبستي لثلاث خطوات يا اما مايلد اوبستي يا اما مودريت اوبستي يا اما سيفير اوبستي عارفين يسموها 1 2 3 وات ايفر 120 ل 140 او 139 140 لغايه 200 200 بلس للسيفير اوبستي عارف يعني ايه 200 بلس؟ يعني الواحد تقريبا وزنه الدبل هي المفروض يكون 70 فلا 140 140
عشان كده فكره الايه دي ريليتيف ويت. الارقام دي هنحفظها طبعا خلي كلها هنحفظها. طيب لو اقل من 90 حدش قال لو اقل من 90 هسميه ايه؟ اندر ويت. خلاص. طب البي ام اي، البي ام اي النورمال من 18 ونص ل 25. طب من 25 ل 30 ايه؟ اوفر ويت. 30 الى 35 اوبيس، 35 ل 40 موربيد اوبيس، اكثر من 40 تسيبير. طب ما الاقل من 18 ونص اندر ويت. يبقى تاني من 18 ونص ل 25 ده نورمال، 25 ل 30 ده اوفر ويت، من 30 لغايه 35 ده مايلد اوبيستي، 35 ل 40 ده مودل اوبيستي، فوق ال 40 ده سيفير اوبيستي. وطبعا منطقيه ما بينها، ما دي 40 دي تقريبا 20 صح؟ يعني نورمال تقريبا 20، حط 20، 40 برضه كان ايه؟ كان يعتبر دبل وايت نورمال. كان عندي طالب ربنا يشفيه ويكرمه، قال لا يمكن انسى هذا الطالب، كان عندي من سنين طويله قوي. الواد ده كان اكثر طالب اونيست في حياتي درسته. كان البي ام اي بتاعته كانت 66. كان وزنه 200 حاجه و 30 او 200 حاجه و 20 و 3 بيقعد على كرسيين بيدق ولا. والفكره بقى هو كان ولد جميل جدا وفاني ووشه عارف لطيف. مشكلته بقى اللي كانت الريسك بتاعي ان هو كان سموكر. فقلت له يا ابني خلي بالك انت عندك اثنين ميجور فاكتور يموتوك، الموربيد اوبستي والسموكينج، صح ولا غلط؟ فدي الفكره ان هو ده كان فكره الاوبستي عندنا. اقول لكم بس خطوره عشان تحسوا قد ايه الفرق بين الاثنين ديجريز. ان النورمال طبعا كل حاجه بربنا كل الاعمار والصحه والحياه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، قال لك ان المايند اوبستي لايبل للديث 1.3 نورمال بيرسون. يعني اذا كنت انت عرضه للوفيات بشكل معين ف 30% زياده المايند اوبستي ريسك اكتر. اقول لك الموربيد اوبستي والسيفير اوبستي لايبل كام مره؟ 10 تايمز ل 1.3 ل 10. يعني قصه الاوبستي الديجري بتفرق معايا قوي قوي، يعني سواء كنت مايلد او مودريت او سيفير. اتفقنا؟ سيبنا الارقام، المهم اول ارقام دي اللي حافظينها عندنا يا جماعه، سواء النظري اللي اوس بي الاتش كيو. حاجه ثانيه اللي بعرفينها سواء نظري او اوس بي او اتش كيو. طيب نرجع هنا، انا هنا كنت بتكلم على ريليتيف ويت، كنت بتكلم على البي ام اي. الحاجه الثالثه الويستر كونفرنس. بس كده الويستر كونفرنس بمزوره متر عندنا بقسه، طبعا في الولاد تبقى 102 سم، في البنات تبقى 88 سم. طب سؤالي وانا ايه مش طبعا الويست كونفرنس المنطقه اللي بتقيس الابدومنا ليه اوبستي. طب تفرق معايا فين؟ انفكس بالظبط. ممتازه. نعم انسوا ده بالنا دايبيتس فيليكس، ان الابدومنا الاوبستي بتبقى اسوشيتد مع ان انسوا ده بالنا دايبيتس فيليكس. عشان كده بنقول الناس خلي بالكم، لو انت النهارده اوبيز او انت النهارده اسف البي ام اي بتاعتك اسف الابدومنا الاوبستي عندك، فانت مور ريسك للدايبيتس فيليكس. تفهم؟ سهلة؟ واضحة ده؟ طيب، مين عندنا بالنسبة لقصة الإيه؟ الأنثروبومتريك ميجرز في الكبر في الأطفال. نقيس إزاي؟ أقيس الريليتيف ويت ولا البي إم أي ولا أعمل إيه؟ أراكم في الأطفال أعمل إيه؟ ممتازة 100%. يا جماعة ليه تاخد وزن وطول وانت عندك حاجة اسمها جروث تشارت؟ وخاصة زي ما قلت لك الطفل مش مسموح له انه ما يزيدش. يعني لازم يزيد. حتى انا قلت لكم ساعتها في جروث تشارت لو الطفل ستيشنري ده مش نورمال. لازم الطفل يبقى اولويز ايه؟ اسندنج. يبقى القصة عندك سمبلي في الأطفال حاجة بسيطة قوي. ارسم جروث كارد، خط كده وخط كده. براحتك عايز تقيس الويت، عايز تقيس الهايت، اللي انت عايز تقيسه قيسه. قيسه اجينست الايج. فكل ما حطينا كيرف كده وكيرف كده وسمينا ايه؟ بلس 2 ستاندرد ديفيشن، ده ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، او 95 برسنتايل او فيرست برسنتايل، يعني في الاخر الماكسيمم والمينيمم نورمال. واتفقنا ان الطفل دايما يكون دايما اولويز ايه؟ بينهم عندنا. لو الطفل طلع فوق الكيرف ده يبقى الطفل ده ايه؟ اوفر ويت. اوفر ويت. ولو الطفل نزل تحت اندر ويت. اندر ويت. بينه وبينكم انا خايف الاطفال من مين؟ اندر ويت. اندر ويت. لان دي ايه؟ انا مش معنى كده الاوفر ويت صح. الاوفر ويت برضه مشكله وبريسبوز الدايبيتس بدري والقصه دي كلها. لكن انا بخاف اكتر من اللي تحت. عشان ايه؟
عشان ده لمرحلة الجرس الطفل مش بيعمل بشكل كويس قوي. فالأطفال عندنا الانديكيتور بتاعها هو ايه؟ هو الجروث شارت، انك انت بتشوفه بين الابر واللور زي ما خدناه في الام سي اتش زمان البلس 2 والماينس 2، او انك انت خدناها عندنا بين الفيف 95 والفيف برسنتايل ده او ده الاثنين بالنسبه لي اسم ابر واللور كيرف او ماكسيمم والمينيمم دور بعد ده. فانا عايز تقيس عندنا ايه؟ ممكن تقيس البادي ويت او تقيس الهايت، يعني هنا ممكن تقيس الويت اجينست الايج او نقيس الهايت اجينست الايج او نقيس الويت اجينست الهايت. دول الثلاثه الانديكيتورز هناخدهم الحصه الجايه ان شاء الله من حاجه اسمها البي ام او بروتين انرجي مانيبيوليشن عندنا. اوكي طيب، ده بالنسبه لنا از دي انتروبوميتريك ميجرز عندنا. اتفقنا؟ احنا كده خلصنا اول واحده انتروبوميتريك ميجرز. تاني حاجة عندنا اسمها بايوكيميكال تيست. ايه مفهوم البايوكيميكال تيست؟ ان انا اعمل للعيان بعض التحاليل بتديكيت مانيتيشن ادارك ولا ادارك انترفنشن. اديك مثال بسيط قوي، هو العيان لما حللي الهيموجلوبين من النهاردة يطلع معاه 10 يبقى معناها ايه؟ انيميا صح ولا غلط؟ لما طلع له الفيتامين اي في الدم يطلع الفيتامين اي قليل يبقى دي فيتامين اي ديفيشنسي. لما حلله الكالسيوم يطلع الكالسيوم قليل ايه ده؟ طيب. يبقى دي كل حاجه اتطهرت مش محتاج اي فن خالص. انا بعض الحاجات التحاليل عندنا لما اشوف عندنا عملوا دكس سكان في الاشعه كمان انواع الاشعه فبلاقي عنده اوستيوبروزس يبقى الكالسيوم عنده قليل بروتين قليل مش محتاج ان انا اختلف فيها انا. طيب دي اثنين ثلاثه اعمل حاجه اسمها كلينيكال اسسمنت. ايه مفهوم الكلينيكال اسسمنت؟ هو لو دخل علينا عيان في العياده لقيته مين وشه شاحن هقول له ان عندك ايه؟ انيميا. ايوه دي كلينيكال ساينس. لما يكون عنده مثلا بليدنج تندنسي انجلو سوماتايتس بي 2 ديفيشنسي مثلا فور اكزامبل عنده مثلا باتشز بروجيك باتشز او وات ايفر يبقى عايز تقول لي ايه؟ ان في عندنا بعض الكلينيكال ساينس بتنديكيت ايه؟ مانيبيوليشن عندنا. الكتاب جايبها لك في شايفين الجدول قدامكم جايب لك حاجات في الهيد نيك زي مثلا زي ما قلنا الحين انديكيت انيميا بيتوت سبوت او مجتبى زيروز سبايك دي ديفيشنسي انجلو سوماتايتس بي 2 دي اكزامبلز الكتاب كاتبها لك. احفظت 2 3 اكزامبلز في كل واحده 2 3 في الهيد نيك 2 3 في السكن. لو قلت مثلا درماتايتس باللاجرا مش عارف سبوتينيس فاتي باوبستي لوس اوف سبوتينيس فاس مارازمس حاجات في الماسكوس كليتل حاجات في النيرفس يبقى ممكن تحفظ 2 3 اكزامبلز في كل واحده منهم كاكزامبلز اوف كلينيكال اسسمنت اوف مانيتريشن عندنا. الطريقه طبعا اسمها دايتري اسسمنت او دايتري ايفالويشن. سيمبلي حضرتك بتاكل ايه اقدر اقول لك انت عندك مانيبيشن اور نوت. لو انت اديتني الاكل اللي انت بتاكله بالظبط اقدر اقول لك اذا كان نيوتريشن ستيتس بتاعتك كويسه ولا غلط. ودي اعتقد منطقيه صح ولا غلط؟ لان هي طريقه سهله جدا انك انت بتقول لي انت بتاكل ايه ما بتاكلش ايه. واحد قال لك انا باكل وقال لك ان هو ما بياكلش خضار وفاكهه انت بتعمل فيتامين ديفيشنسيز او ما باكلش عسل ما باكلش سبانخ ما باكلش لحمه ما باكلش ده توقع عنده اي ديفيشنسي. او واحد يقول لك انا ما بحبش منتجات الالبان كلها خالص في ناس كده ما ياكلش اللبن ولا الجبنه ولا انصاب يبقى لازم هتلاقي عنده ايه كالسيوم ديفيشنسي. يبقى ممكن اعمل لك اسسمنت عن طريق الاكل اللي انت بتاكله واقول لك انت عندك ايه عندك. فطالما بعض ناخدهم طريقه عندنا واشوف كل طريقه فيهم انتوا شايفين ميزاتها ايه وعيوبها ايه. اول طريقه اسمها 24 اور دايت ريكول ميثود. ايه فكره ال 24 اور دايت ريكول ميثود؟ انا اكلت ايه امبارح ولا النهارده؟ قالك في الطريقه دي ميزتها ايه؟ ايوه شيك فيجر سريعه وسهله مش محتاجه حاجه سهله عيبها ايه؟ شيك فيجر ممكن يبقى فيها مشكله نمره نص او متغيره. هي دي متغيره امبارح بالذات مش انديكيتف ليه؟ ممكن يكون كان معزوم امبارح يمكن بالصدفه كنت معزوم فكلت كويس او كان يوم ما تقيل فما اضطرناش بابا واتخانق مع بابا وما عملناش اكل النهارده او وات ايفر القصه ايه فاحنا ما كناش كويس. فلكن هي طريقه سريعه فلذلك ميزتها انها ايزي كويك سريعه اوكي وما بتتغير ما دونت انترفير وذ بيشنت تشويس. يعني ايه دونت انترفير وذ بيشنت تشويس؟ هو كده خلاص يعني غير طريقه احنا هقول له اكتب لي الدفتر ده وشوف لي هتاكل ايه الاسبوع الجاي. ما دام قلت له اكتب لي هتاكل ايه الاسبوع الجاي ممكن ايه يغير زود ينقص صح ولا غلط؟ لكن دي طريقه مش تقدر لانه كان اوريدي. عيوبها زي ما قلت لكم ايه؟ تعتمد على الميموري ممكن يبقى كان في اوفر استيميشن او اندر استيميشن
ممكن سنجل دي از نوت ريبريزنتيتنج لحاجه اكيد ان هو كان بالصدفه امبارح كويس او امبارح كان وحش. طيب في عندي فود فريكوانسي كويشنير. يعني ايه كلمه فود فريكوانسي كويشنير؟ العكس بقى، قلت له مش عايز امبارح، قول لي الشهر اللي فات طبيعه اكلك كان اخبار ايه؟ خدها على مدة طويلة. ايه مميزاتها؟ شايف سيجارة كتير. ميزاتها انها توفر كم عيب اليوم؟ ان هي ايه؟ واخدة لونج تايم، فبالتالي يوم كويس يوم وحش شايف بعضها. والحاجة التانية برضه ما زي ميزات النوت انترفينينج والتبيشنت انتيك، لأن أنا خدتها إمتى؟ بعد ما كانوا خلص ما كانش عارف حاجة. عيبها إيه؟ إذا كانت الأولانية ميمبرو لوس يبقى ليه إيه؟ الصيد زي ما انت بتقول، يعني اصلا طبعا صعب نجيب الداتا في الفتره اللي فاتت دي كلها. اوكي، الحاجه الثانيه ان فكره السيرفنج عندنا بتبقى او فكره السيرفنج سايز مش محسوبه. يعني بص انا كنت باكل طبق رز وحتتين لحمه، ايوه حتتين لحمه دول قد ايه؟ فاهم قصدي؟ عارف زي الدكتور بقى يقول لك خد معلقتين رز ما تعرفش بالظبط الفكره بقى، انت قلت لي معلقتين بس ما قلتليش ايه؟ حجم المعلقه اخبارها ايه؟ وما قلتليش املى المعلقه ازاي؟ اوكي، فدي الفكره. السولفنج سايز مش هتبقى الزولفنج طبق رز حته اللحمه يعني عارف، فتلاقي ان كده ما تقدرش تعمل استيميشن عليها صح. دي الطريقه. الطريقه الثالثه اسمها فود ريكورد. يعني ايه فود ريكورد؟ لاي حاجه ان الهابتس بتاعتنا عموما في الاكل بتتكرر كل اسبوع. ركز مع ماما من 3 لـ 7 ايام، هتلاقي ماما يوم بتعمل لحمه، ثاني يوم بتعمل رز، اسف، ثالث يوم بتعمل فراخ، ربع سبع، خمس عدس، تلاقي انها سايكل متكررة. انت مشكلتك في اليوم ايه؟ ان ما كانش اكلت، لان ما كان بياخد سنجل دي. طب انا اقول لكم حاجة لطيفة. طب ما تدي ماما دفتر وتقول لها اكتبي اللي انت بتاكليه على مدار اليوم للأسرة. صح؟ من كل الأصناف اللي انت بتاكليها. ايه رأيك في الطريقة دي؟ مش هطبقها. يعني مش ابليكابل قوي. ميزتها ايه؟ لو اتطبقت صح. لا مش هينسى حاجة، كل حاجة مش هينسوا حاجة ويكتبوا حاجة وكل حاجة منظومة، السايز معروف وكل حاجة منظومة، فهي طريقة رائعة لو اتطبقت صح. يبقى ميزتها إنها فعلا بتديك إنديكيت، لا تعتمد على الميموري، يعني مش هينسوا على حاجة، إن هي بتديك أرقام حقيقية صح؟ عيبها إيه؟ عيبها إيه؟ الريكوردنج السيلف ممكن يبقى إنأكيوريت صح؟ إحنا بنعشق ضرب الأرقام. يعني الله ما علاقين يعني انا شخصيا عندي هذه المشكله. يا ماما خففي، انا يا ابني ما كنتش هم ما علاقين الصبح قد كده، هم ربع رغيف عيش وحته بيضه قد كده صح. فدي الفكره، يا ماما حرام عليك، هو ما هي سمنه، هي معلقه سمنه قد كده حطيتها للرز صح ولا غلط؟ فدي الفكره، ممكن ما تبقاش الداتا عندك الريكوردنج، ممكن يبقى اكل، مش بس ممكن يبقى اكل، ممكن انفلونس الانتيك. يعني انفلونس الانتيك لما تحس ان انا هكتب طبق رز كبير حبري، لا صعب حصل قبل الاكل، فهاكل اكل اقل. انا مش عايز كده، انا عايز اعرف الاكشوال اكل فعلا بالنسبه له اخباره. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا المشكله ممكن يبقى اندر ريبورتنج، ان انا ما بسجلش كويس، او ان هو يقلل فعلا اللي بياكله حقيقي، وانا عايز اعمل استيميشن للي هو بياكله فعلا. طب الحاجه الاخيره دايت اوبزرفيشن، طبعا دي صعبه جدا جدا. يعني دايت اوبزرفيشن يعني اقعد في البيت يعني ولا دي اشوف اكتر في الاماكن الميتنجز والواو الى اخره في المستشفيات ان سوون، تبقى الناس تحت عينيك، فانت ممكن تشوف دايت بعينيك انت هم بياكلوا قد ايه. طبعا ميزتها لا فيها ميموري لوس، انت شايف نفسك مش العين اللي بتتكلم، ولا بتنترفير تصير بياكل بره. لكن عيبها ايه بقى يا جماعه؟ دي مش براكتيكال خالص، ما تنفعش غير عارف ايه؟ عارف ريسيرشال اريا بيت مسنين مدرسه داخليه، يعني قصدي الناس موجوده اوريدي عندك، لكن ما تنفعش في النورمال، ما ينفعش تبعد عند الناس في البيت. ايوه لا لحظه بصحك كوبايه الشاي ثانيه واحده 200 مللي كوبايه شاي نص معلقه سكر صح ولا غلط؟ هتبقى مش براكتيكال للناس اللي قاعده معاك في الايه في البيت. اتفقنا؟ كل ده اسمه ايه؟ ده دايت اسسمنت. يبقى ده فكره الدايت اسسمنت عندنا، ودوت مع كل مميزاته وكل عيوبه اتس ا دايت اسسمنت اوف مان نيوتريشن عندنا. يبقى اتس ا دايت اسسمنت اوف مان نيوتريشن عندنا. طيب في النهاية خدت الدايت اسسمنت، هحللها كواليتيف ولا كوانتيتيف؟ خدت الأكل رز ومكرونة وسلطة الاثنين أكيد الاثنين. الكواليتيف هيتحلل في الفترة اللي في الفود بليتس أكلت إيه؟ ربع ربع ربع. طب ما تشوف الأكشوال بالنسبة له إيه؟ لا 10% بس، ده مش ربع، ده آخد النص صح؟ لأن الرز مش واخد مثلا، إن ممكن أنت بتحللها ككواليتيف
في حاجه اسمها البايب ليد، وتشوف الخمسه جروبس اللي عند حضرتك اخبارهم ايه او الانتاج بتاعهم اخباره. انا قلت الخمسه جروبس اربع تربع لحمه ورز اللي هي الميت والميت برودكتس، والسيرلز اللي هي الحبوب الرز والمكرونه والصوم فروتس والفيجيتابلز، وكوبايه لجنبهم كوبايه الدايري اللبن او الميلك او الدايري برودكتس. هم كوانتيتيف يعني ايه يا جماعه؟ انا مش بس بقول لك بياخد من كل صنف قد ايه، بياخد ايفن قد ايه مقارنه بايه بقى؟ باحتياجاته، بياخد انرجي الاكتوال كام وهو محدود كام، الاكتوال الانرجي البروتين بياخد كام وهو محتاج كام. يبقى مقارنه بحاجه اسمها دايتري ريكويرمنت الاونس او الاندكس عندنا، دايتري او ديلي ريكويرمنت اندكس عندنا. اتفقنا كده؟ خلصنا بالكامل حاجه اسمها دايت اسسمنت عندنا. الطريقة الثانية اسمها Indirect Assessment. ايه مفهوم Indirect Assessment؟ عندي اسمها Vital Statistics. Vital Statistics هنخدها مع بعض الشابتر كامل ان شاء الله. هو لما يكون الانفانت مورتاليتي ريت عالي يفرق معايا في المانيتريشن. لو جيت لمجتمع وقلت لك ان الانفنت مورتاليتي ريت عالي او البريسكو مورتاليتي ريت عالي، ممكن بسبب ديزيز مش لازم بسبب نيوتريشن، لكن ممكن تبقى واحده من اسباب النيوتريشن لكن مش بالضروره. مش كاسر متى ايه لما تكون ماتيرنال مال الماتيرنال مورتاليتي عاليه او ماتيرنال موربيتي عاليه او قليله. على فكره ماتيرنال مورتاليتي او موربيتي عاليه بسبب الهيموريدج، بسبب الكلامسه، بسبب الكلامسه صح ولا لا، لكن ممكن تبقى بسبب النيوتريشن بس ده مش اشهر اسباب. اشكالاتها سميتها ايه؟ الفيتال ستاتستكس. الايكولوجيكال فاكتورز، ايه مفهوم بقى الايكولوجيكال فاكتورز؟ ده سؤال نظري مهم برضه. ده سؤال نظري مهم. الايكولوجيكال فاكتورز اللي هي حاجات بقى موجوده عندنا في الانفايرمنت، ودي هنقسم او هناخد فيها اول واحده لو بصيتوا على السبوره معايا تفهموها. هنقسم الكتاب اسمها ناشونال فود كونسامشن and food balance sheet. ركزوا معايا في حته دي فهموها معايا كويس قوي. سالتكم سؤال، هل الشعب المصري بياكل كويس ولا لا؟ او السؤال بمعنى اخر، هل الشعب المصري عنده اوفر نيوتريشن ولا اندر نيوتريشن ولا بالانس نيوتريشن؟ سؤال صعب كبير. مش سهل نحكم عليه لطول الموضوع مش بالبساطة. فانت بتقول طيب ما ليه فيلم؟ هقول لك على حاجة. اختروا لي نوع من انواع الاكل. سي رايس. عايز احسب توتال كونسومشن اوف رايس ان ايجيبت 2070 مثلا. احسبها ازاي؟ كل اللي احنا كناه في مصر كله في سنة 2017. الباع لوكال برودكشن اللي زرعنا اللي استوردنا زائد الامبورت ماينس دي اللي صدرنا اكسبورت او الستورد لسه متخزن ما كلناهوش او السبويل اللي باظ رمينا او الانيمال فيد الانيمال كريتو المن. يلا معاك ايه اللي انت استهلكته خلال ايه؟ استهلكته طب في اليوم حاسب قسم على كام؟ رقم يطلع معاك قسم على كام؟ 365. بس كان بفترض احنا كل يوم ناكل رز. ماشي انا معاك دي اقصى قسم على عدد ايام السنه. طب بير بيرسون قسم على عدد السكان لو 90 مليون او اكثر يطلع معايا 150 جرام رايس بير داي بير بيرسون بير داي. انت معترض على ايه؟ يعني اكلت يعني مش كلنا ناكل رز. انت مدخل اطفال لسه مولوده ممكن ما يكونش بياكل رز، مدخل ناس ممكن اصلا ما تاكلش رز، ومفترض انك انت كل يوم بتاكل نفس المعدلات. بس في الاخر انا بحسب لك ايه؟ افريج صح ولا؟ انا معاك ان الرقم ده متاثر بالايد بالسكس بحاجات كتير جدا،
بس في الاخر سنقفش. طيب ده رز اللحمة نفس الكلام برضه، نفس الكلام البيت نفس الكلام كل حاجة ممكن نفس الكلام. فيطلع معاك الافرج بتاعك بتاع الرز واللحمة والرز والفراخ والمكرونة انسون. بس انا بصراحة انا ما بفهمش رز ولحمة ومكرونة وفراخ والكلام ده، انا افهم بيه بروتين كالسيوم ايودين فيتامين اي انسون. طب تيجي نترجم الرز للكلام ده مش في جداوي بتلاقي حتى العلب العصير والحاجات دي كلها نيوتريشنال فات نيوتريشنال فاري اللي بيقول لك مثلا ال 100 جرام رايس مثلا فيها قد ايه بروتين، فيها قد ايه كالوريز، فيها قد ايه ايودين او ايرون مثلا، فيها قد ايه كالسيوم انسون. الجدول ده اسمه فود كومبوزيشن تيبل، اسمه فود كومبوزيشن ايه تيبل. جدول ثابت ولا متغير؟ ثابت. لازم عمره 100 جرام رز فيهم الكلام ده كله. طب وفي برضه 100 جرام وبس مش 100 جرام رز بس، ده في 100 جرام فليت 1 اف رغيف عيش انسان. طب ممكن نترجم الرقم ده هنا صح؟ إذا كانت ال 100 جرام فيها كميات محسوبة من البروتين والكالوريز وإلى آخره، يبقى ال 150 فيها كام؟ ونعمل اللحمة، نحط اللحمة هنا، والبيض نحطه هنا، والعيش نحطه هنا، يطلع معاك إيه في الآخر؟ التوتال تيك أوف بروتينز من كل أصناف الأكل، التوتال تيك أوف كالوريز من كل أصناف الأكل، التوتال تيك أوف أير من كل أصناف الأكل، التوتال تيك أوف كالسيوم من كل أصناف الأكل، آخد الداتا دي أحطها. كالوريز بروتين اير كالسيوم فيتامين انسون. الداتا دي اسمها فود بالانسد شيت. هل الفود بالانسد شيت ثابت ولا متغير؟ هل الفود بالانسد شيت ثابت ولا متغير؟ ها؟ لا ازعل منك. متغير حسب ليه؟ اكل ايه؟ الاصناف الحاجه تكليف. هو حضرتك لو انت بتاكل بروتين كتير قوي والبروتين انا عارف ان هو مليان بلاش بتاكل رز كتير قوي، وانا عارف ان الرز هو المصدر الاساسي في الانرجي هيطلع معاك رقم الانرجي ايه؟ عالي. طب لو مش باكل رز خالص يطلع معاك رقم الانرجي عالي قليل. فاذا ده متغير حسب الافرج ده، والافرج ده هو اللي بيسمع في الجدول ده فبيسمع عندنا هنا. طيب انا باخد الارقام دي كلها واقارنها بحاجه اسمها ايه؟ ريكوايرمنت دايتري اندكس او ديلي ريكوايرمنت اندكس اللي هو النورمال فاليو عندنا، وبشوف عندنا مثلا الار دي اي. الار دي اي عندنا هل الرقم ده الار دي اي؟ نفترض ان الكالوريز من 2000 ل 3 نفترض ده النورمال بتاعنا، وانا الرقم اللي طلع معايا هنا 2400 ربنا زي الفل ما عنديش مشكله في الكالوريز، طلع اقل من 2000 يبقى عندي انتيك كالوريز قليله، طلع اكتر من 2000 يبقى عندي انتيك كالوريز زياده. فهمتوا الفكره عندنا؟ ده فكره الفود بالانس شيت. فهمتوها؟ سؤالي بقى what is the criteria of food balance sheet in Egypt؟ لقينا كذا كريتيريا لما حللنا بتاع مصر. لقينا السيلنس او العيش بيمثل مين؟ البلك الاساسي بتاع اكلنا في مصر عندنا طبعا، هتقول لك السورس اوف انرجي سورس اوف بروتين طبعا وسورس اوف ايرون وفيتامين. الانرجي انتيك في مصر عندنا ودي نورمال ولا اقل ولا اكتر؟ اكتر. وعشان كده في عندنا مشكله اسمها ايه؟ هل لما اقول لك انرجي انتيك في مصر عندنا كافرج اكتر وفي عندنا مشكله اسمها اوبيستي، هل معنى كده ان كل واحد فينا اوبيس؟ لكن معنى كده ان في مشكله في الشعب المصري اسمها ايه؟ اوبيستي. طيب نقص ازاي؟ يبقى there is a problem in the population is called obesity عندنا. ثلاثه البروتين عندنا اخباره ايه؟ لما نيجي نحسب بروتين انتيك لقيناه المفاجاه كانت كويس ولا لا؟ أقل؟ لا لقينا كويس جدا. بس مشكلة مصر مش في البروتين انتيك، مشكلته في الايه؟ ان هي البروتين انتيك لما ناخده من بلاند اوريجين الفول والعدس اند سو اون. واحنا لما عرفنا قبل كده زمان في البايوكيمستري ان الانيمال بروتين ده بيتر ذان لان هو فيه اسينشال امينو اسيدز صح ولا غلط؟ فلذلك الانتيك عندنا في بروتين في مصر كويس بس مشكلته فروم بلاند اوريجين
مش from animal origin. فالانتيكو في animal protein أنا في مصر قليل، بس الانتيكو في animal protein is high. تفهم؟ الأيرد انتيكو خارج اللي هو هالي بشاطر. لو حد اللي هو جدي بشاطر ما في عالم فيش انسانية في البلد كلها هالي هتقدر أكون في محنوض الزيادة هاي جوابين الأيرد انتيكو أخبار ولي هتقيته مارك زيادة في المحنوض. لقيناه دي نورمال ولا أقل ولا أكتر؟ دي نورمال. أنا هقول يا ربي ليه؟ لقيناه دي نورمال أو أكتر؟ طب سؤالي ده بيناقض معلومة قلتها قبل كده. ما ديفيشن سينية ده موست كومن ديفيشن سكولدرز. بس في معلومة لو قصرينها الجماعة قلتها كويس. في معلومة قلتها قبل كده وهي إيه؟ ان مشكله الاير مش في الانتيك، مشكلته في الابزوربشن. واحنا الانتيك اوف اير كابزوربشن احسن في الانيمال بروتينز مش في البلانت بروتينز. واحنا اوريدي في مصر عندنا انتيك اوف انيمال ايه قليل، عشان كده بنقول عندنا مشكله اير ديفيشن سنيه في مصر مش مشكله انتيك، بدليل ان في الحوامل والاطفال ما عندناش كل سبانخ وكل لحمه والكلام ده كله. ادتها ايه؟ سبرمنتيشن على طول، لان عارف المشكله عندنا في الابزوربشن. فعشان كده انت لو سالت سؤال في الام سي كيو او سالته في الاورال الاير انتيك وذين نورمال، المشكله عندنا في الابزوربشن. اتفقنا يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للسؤال المهم اللي اسمه ناشونال فود كونسومشن. اخر حاجه الايكولوجيكال فاكتورز اللي ممكن تعمل لي مانيبيوليشن زي ايه؟ الكالتشر فاكتور، الفود هابتس والقصه كلها ممكن تاثر في المانيبيوليشن، بس زي ما قلنا مش بشكل مباشر. السوشيو ايكونوميك زي ما قلت عندنا حجم الأسرة والفقر والشغل والتعليم هتسوان. هل السوشيو كوميونيز إز دايت انترفنشن؟ لا، زي ما قلنا غني أو فقير إن دايت. الإنفكشن وجود إنفكشن وبراستيك إنفكشن، الحاجات دي تؤدي إلى مانيبيوليشن. أوكي، هيلث إديوكيشن سيرفيسز، هل في عندك أفيلبل هيلث إديوكيشن سيرفيسز أو نوت في البلد؟ كل ما كان في عندك أويرنس كامبينز أكتر، كل ما كان عندك إديوكيشن أو نيوتريشن صح. العكس لما عندكش هيلث كامبينز فممكن يبقى عندك مانيوتريشن، بس برضه مش شرط. مش معنى ما عنديش هيلث إديوكيشن في البلد إن في عندي مانيوتريشن. اتفقنا؟ كده خلصنا بالكامل دي. الأسسمنت أوف مانيوتريشن. فاكر عليكم النهارده؟ بكره إن شاء الله هناخد بقى المانيوتريشن كلها. ديفيشنسي والأوفر نيوتريشن في المجال ده. أديكم تحسبت إن أنتم بقى قايلين النهارده. صح، لازم الدرافايت من فريق الدياجنوستيك ريديشن عشان في ناس بتغلط. لما يجي لك بريفيشن ريديشن هيجي يكتب لي بريفيشن ايونايزنج اللي هي المشروع اللي بتكتب في الكتاب صح. فلو جالك السؤال ده لازم تقول لي في ايونايزنج الدرافايت في الفريق اللي في كل بريفيشن بروح له. ادينا قلت له فوق افهم لو انت فاكر كان في اثنين زي بعض واحده زي واحده مش حاجه يعني اتفضل جاوب السؤال. اكتبوا اساميكم بس الاول.
La vamos. ¿De qué te no le? Esa no. No. Estamos teniendo. Ahora voy a ir a eso.